تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد ابن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين وأواصر المودة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد الدكتور مصطفى منبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أهمية مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، كما أكد أهمية هذه المشروعات الضخمة ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر. وأضاف رئيس الوزراء أن مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بالسادات يؤكد مضي الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية التي تهدف لتحقيق احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمتابعة الأرصدة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر والاطمئنان على توافرها للمواطنين. ووجه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1443 للهجرة والعيد السبعين لثورة 23 من يوليو 1952. عقدت وزارة التضامن الاجتماعي دورة تدريبية لمشرفي حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك لتوعيتهم بالجانب الطبي والوقائي والديني ومناسك الحج قبل انطلاق موسم الحج للعام الحالي، وحضر فيها نخبة من المتخصصين. أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر عن تنظيم احتفالية خاصة لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، ومن المقرر أن تستكمل لجان التراخيص بالمجلس الأسبوع المقبل عملها في مراجعة وفحص جميع الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الشأن لإصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والتأكد من اكتمال شروط الاختيارات الخاصة بالصحف الورقية للبدء في إصدار تراخيص جديدة.